ولكن احنا اكتشفنا ان مريض الدعامه بقى بيعمل عمليتين، يعني يعمل عمليه دعامه بعد كده يجي يعمل عمليه سرعه قذف، وكنا المريض يجي لك بعد 5 سنين او 8 سنين او 3 سنين، يعني هو مش مرتاح طول الفتره السابقه. يبقى اذا دلوقتي لابد ان انت تحل المشكله دي. مريض الدعامه من حقه انه ياخد استمتاع دائم واستمتاع كامل، لما هيستمتع نص دقيقه ولا دقيقه ولا ثواني لا. في الحاله دي قررنا ان احنا نعمل ضمن التكنيك بتاع عمليه الدعامه، وخلينا بروتوكول عندنا في علاج كلينيك ان لازم نعمل معاه عمليه سرعه القذف. طبعا احنا عندنا عمليات كتير بنعملها سرعه القذف، عندنا 5 أو 6 عمليات مشهورين جدا، ولكن اكثرهم شهره عمليه علاء عجلان. طبعا عمليه علاء عجلان هي ميزتها طبعا ما فيهاش قص اعصاب، فعشان كده اخد شهره قويه يعني، ولو ان العمليات الثانيه بقت امنه برضه يعني الدنيا كويسه، عشان كده احنا بنعملها. لان لو مش امنه مش هنعملها، احنا عندنا عمليه ناجحه جدا ونتائجها اكثر من رائعه. ولكن احنا هنقول ليه دول موجودين ودول موجودين. عمليه علاء عجلان خدت قبول ليه؟ اولا عشان دائمه وفعاله جدا وبسيطه وما فيهاش قص اعصاب، ما بتاثرش على الانجاب. ولكن في نقطه تانية اهم بالنسبه للمرضى، انها بتتعمل من نفس الفتحه بتاعت عمليه الدعاء. يعني ايه عمليه علاء عجلان؟ بنعمل في ايه؟ بنقص حته جلد صغيره مكان الطهاره من تحت، وبنقص عضله من العضلات اللي على اسفل القضيب، يعني في مجموعه عضلات بنقص واحده نسيبها مكان، يعني العمليه ادي واحد ادي اثنين من نفس فتحه الدعامه. فبالنسبه للمريض ما بيعملش عمليه جديده، هي بتاخد حوالي بتاع 100 ثانيه ولا حاجه، يعني اقل من دقيقتين، لان انت ادي واحد ادي اثنين وما فيهاش تكلفه اضافيه، يعني ما بنكلفش المريض تكلفه اضافيه. ده رقم اثنين. المريض بالنسبه له دي مش عمليه جديده، هي حاجه من ضمن بقت خطوه من خطوات الدعامه، فبيبقى مبسوط بيها لان هي يعني أمنته إن هو زي ما الدعامة هتخليه ينسى موضوع العجز الجنسي نهائيا، دي هتخليه ينسى موضوع سرعة القذف نهائيا، وهيطول مدة الاستمتاع، وده طبعا ده هدفه من العملية. لأن أنا لما يبقى عندي معلش الدعامة بتديني انتصاب 24 ساعة في اليوم واستفيد منهم بدقيقة ولا دقيقتين، لا، دي صفقة غير عادلة. بمنتهى الصراحة أنا لازما أحصل على تعويض عن اللي حصل. أنا بقالي سنين بعاني عايز اعوض.